السيد الصدر هو مصمم على الأغلبية والذهاب إلى المعارضة. الإطار نفسه يقول لا حكومة ولا عملية سياسية مستقرة بدون وجود التيار الصدري. هناك إيحاء وإشارة أنه سوف يتم إشعال الشارع العراقي، سوف تتوقف كل يعني أداء الحكومة، الأداء الرسمي من جهة معينة. الحل الأمثل هو الجلوس على طاولة واحدة والاتفاق على اتفاق سياسي يرضي الجميع، ونخلص من هذا الانسداد الخطير اللي احنا الآن نشوف. موضوع قانون الأمن الغذائي، شوف اختلاف وجهات النظر عليه، يعني الآن بدأ القدح حتى بالمحكمة الاتحادية وهي سابقة خطيرة. يعني احنا ماكو شيء سلم من وراء أخطاء سياسية، وصل الخطر الآن لاتهام المحكمة الاتحادية، لمهاجمة المحكمة الاتحادية من قبل سياسيين أو من قبل فاسدين أو من قبل معنيين، وهذا الشيء لا يجوز. يجب أن يعي السياسيين والقادة السياسيين العراقيين خطورة المرحلة، ويجب أن يترفعوا عن مصالحهم الشخصية ومصالح حزابهم، ويضعوا حد لهذا المهزلة اللي يعيشها البلد، يسموها الانسداد السياسي.